انتهى الحمد لله. الولاعة USB وسويتش يتحكم فيها كلها، كل النظام محمي بفيوزات بالإضافة لفيوز خاص بالألواح وفيوز خاص بالاشتراك. فيه USB ولاعة فيها أنوار، ممكن تشبك الأنوار هنا. هذا سويتش اللي هو مفتاح رئيسي on off، تفتح اللمبة، تقدر تشغل اللمبة هنا، يشغل 8 لمبات زي هذه 8 ساعات. بالإضافة للفولت تقدر تشغله حتى لو طافي، تشيك الفولت حق البطاريات. يعني ثبت تثبيت جيد. بطاريتين ديب سايكل ضمان سنة. هذا يعيش ما بين البطاريات هذه من 5 إلى 10 سنوات إذا حافظ عليها بالطريقة الصحيحة. طبعا الحمد لله هذا نشوف حقين البر اللي واحد مسوي لي مدري إيش، حاط براءة مدري إيش اختراع، وش اختراع؟ حتسوي لي شيء بسيط ويقول لي اختراع. هذا ما اسميه اختراع ولا حتى ابتكار، العالم شغال فيه من زمان. وهذا بأمريكا يكلفك حوالي 800 إلى 1000 دولار نفس الحجم. أنا ب1300 ريال مكلفني مع الضمان سنة اللي يبيها بالجبيل شارع عمر بن عبد العزيز جنب الأحوال المدنية محل الطاقة الشمسية. طيب نركب هذا ونركب أكبر.